أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزار، البدار البدار آل نزار، قد فنيتم ما بين بيض الشفار، ألبستكم بالطف أي نفوس، ألبستكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأحمار، ضأضأ الرؤوس إن رأس حسين يا أبا عبد الله، ضأضأ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار، لا تمد لكم عن الشمس ظلا، لا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار، لا تذوق المعين واقضوا ظمايا بعد ظام قضى. يقال في الروايات لما اجتمعوا على الحسين سلام الله عليه، قالت القبائل وقدمت كل قبيلة شخص يضرب الحسين، هذا يطعنه برمح وهذا يضربه بالسيف، حتى وصلت الضربات والطعنات في جسد الحسين 3000 ضربة. يقول واحد رأيت الحسين يحرك بشفتيه، تقربت إليه سمعته يقول وحق جدي إني عطشان. مولاي الحسين مو وحده عطشان، لا والله حتى عياله. يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، والله يا جدي ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطوف لونه، ولا واحد بحلق الماي قطار. خويا يا عمد بيت والثني، والله يا صيواني المظلل
علي ويا ريحة الزهر الزجية يا وهذي روحي تقلب عيني يا جي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا وسيدنا الصادق سلام الله عليه: إن للجنة ثمانية أبواب مكتوب على كل باب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، العلماء وقفوا عند هذا الحديث وتكلموا عنه من جانبين، يعني العلماء قسموا هذا الحديث إلى قسمين إلى جانبين. الجانب الأول في هذا الحديث أنه الأبواب، أبواب الجنة ثمانية. الحديث يقول إن للجنة ثمانية أبواب. هسه أولا إذا رجعنا للقرآن الكريم، سبحان الله، إذا رجعنا للقرآن الكريم نجد أن القرآن لم يذكر لنا عدد الأبواب. يعني لما تجي الآن للقرآن تلقي أن القرآن ذكر الجنة وذكر ماذا؟ أبواب الجنة، ولكن عدد الأبواب ما ذكره، بعكس الجحيم. الجحيم لا، ذكر لها ماذا؟ أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ لها سبعة أبواب. هذه هي الجحيم، لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم. تعال إلى الجنة، القرآن هكذا ذكر، قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. ما ذكر لنا ماذا؟ ما ذكر لنا عدد الأبواب. الروايات هي من ذكرت لنا عدد الأبواب. من هنا العلماء استكشفوا أمر، خل عقلك وياي. العلماء من اجوا للقرآن لقوا أن القرآن قد ذكر أبواب الجحيم وهي سبعة ولم يذكر عدد أبواب الجنة، إنما الروايات هي من ذكرت الأبواب. هنا نستكشف فد أمرين. الأمر الأول، قالوا بأنه ما دامت أبواب الجنة هي أكثر من أبواب الجحيم، هذا دلالة على أن أسباب الخير في الدنيا أكثر من أسباب التي توصل إلى الجحيم. يعني الآن العلماء هكذا قالوا: ما دام أن الأبواب، أبواب الجنة هي أكثر، إذن أسباب، الأسباب الموصلة هذا الإنسان إلى الجنة هي أكثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأنه أن أبواب الجنة هي أكثر من أبواب الجحيم، يعني الذين يدخلون إلى الجنة هم أكثر من الذين يدخلون إلى الجحيم. هذا مجرد استكشاف يعني من العلماء. العلماء هكذا استكشفوا من الأمر، قالوا أولا أنه أن الذي يدخل إلى الجنة هو أكثر عدد من الذين يدخلون إلى النار، هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا الأسباب في الدنيا
الموصلة إلى الجنة هي أكثر من الأسباب التي توصل الإنسان إلى النار. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هو المراد من الباب هنا؟ هل هو الباب المعنوي أو من الباب المادي؟ يعني شنو؟ العلماء وقعوا في حيرة في هذا الأمر. لها سبعة أبواب على الجحيم، وفي الروايات أن للجنة ثمانية أبواب. هذه الأبواب، هاي الباب يعني يفتح ويسكر، لو أنها أبواب معنوية. العلماء انقسموا إلى قسمين، منهم من قال أنها أبواب معنوية. شون أبواب معنوية؟ يقولون أحاديث هواية، أحاديث هواية إجت ذكرت الباب، والمراد من الباب هو الباب المعنوي. الإمام الرضا سلام الله عليه هكذا قال، قال إن عليا باب من أبواب الجنة. وليس المراد من علي يعني علي هو باب، لا مولانا، إنما هو ماذا؟ موصل علما إلى الجنة. وهذا ما ذكره عشرات الأحاديث. يجي عمار بن ياسر ويسأل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له يا رسول الله، لو دخلت الناس في وادي وعلي وحده في وادي، مع من أذهب؟ قال فذهب مع علي، فإن الحق مع هذا واحد. ومر لا على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال أيها الناس، الصراط صراطان، صراط في الآخرة أحد من السيف وأرفع من الشعرة، وصراط في الدنيا، والذي نفس محمد بيده أنا الصراط المستقيم إلى الله. زين، بعد عندنا رواية أخرى معروفة عند كل الموالين، أنا مدينة العلم وعلي، يعني شنو مولانا علي بن أبي طالب يعني باب؟ لا، من أراد أن يصل لرسول الله فليدخل عن طريق من؟ ولهذا واحد من العلماء يقول أبد واحد ما حد يقدر يفهم محمد إلا عن طريق علي. اللهم صل على محمد. يقول ما يقدر يوصل، ما يقدر يفهمه، لأنه الحديث واضح، أنا مدينة العلم. إذا أنت تريد تدخل إلى بناية وترى ما فيها، عليك بمن؟ بالباب، إذا كان الباب هو علي. إذا لا يمكن لك الدخول إلى هذه المدينة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، إذا هذه الرواية لما ذكرت أن عليا باب، يعني شنو المراد من عنده؟ باب معنوي. فالعلماء شو يقولون؟ يقولون مولانا أنه ثمانية أبواب. لا تتصور أبواب ثمانية، لا، إنما هي ماذا؟ مجرد أبواب معنوية ترعى من الجنة. أوسع الجنة، أوسع عرضها، ماذا؟ عرض الجنة عرضه عرض السماوات والأرض. هذا واحد. يقولون يوم من الأيام جبرائيل طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيس الجنة. طبعا جبرائيل سرعته فائقة إلهية. يقول قال له لك الإذن يا جبرائيل. يقول مشى جبرائيل، الرواية تقول 300 سنة جبرائيل يمشي مولانا. يقول خرجت إليه جارية، قالت يا جبرائيل ماذا تفعل؟ قال أريد أن أقيس الجنة. قالت له تصالك هالمدة كلها ما منتهي من مملكتي، أني مملكتي ما منتهي من عدد صالك 300 سنة. يقول فتراجع من؟ تراجع جبرائيل، لأنه تحتاج إلى سنين. هسا أكو رواية تقول ماذا؟ تقول إذا تريد تنطلق شوف بأي زرعة تحتاج إلى 500,000 سنة، واليوم بألف حتى توصل من الركن علم المولانا للركن. يعني يوم متعجبين بهاي الكرة الأرضية هكذا مولانا، هكذا
القتال عليها والفساد عليها والدنيا مسبية على أرض هكذا. أما الجنة لا عين رأت ولا أذن. يعني السيد عبد الحسين تستغيب رحمة الله عليه يقول الله ينطي لهذا الإنسان جارية عمرها 16 سنة لا يطول، يعني لا يطول العمر ولا يقصر، 16 وقت لو نظر الناس إلى ساقها من وراء حجاب لماتوا من جمالها. يقول هاي 16 إلي من مولانا للي ها صلاة مولانا ها تعبانة صيامة يعني مقبول، مثل ما يقولون شلون في المدرسة يرفعون بقرار ها 48 هو ماخذ يحطوا له قرار أو 45 يعطونه فد 5 درجات قرار يرفعوه هاي إله. أما اللي عابد مثل أصحاب الحسين لا مولاي ذول إلهم جوار لا عين رأت ولا أذن سمعت، إلهم جوار بمستوى عالي. زين فالعلماء إيش قالوا؟ قالوا يا عمي ترى هاي أبواب معنوية لا أكثر ولا أقل، حتى الجحيم أبوابها لها 7 أبواب ترى أبوابها معنوية. بعض العلماء قالوا له أن للجنة أبواب تفتح وتسكر والجحيم لها أبواب تفتح وتسكر، مو معنوية. يبعدكم رواية قالوا إيه عندنا رواية عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، اسمع هذه الرواية، رواية راح تفيدنا. الرواية تقول هكذا أن الإمام سلام الله عليه يقول إن للجنة 8 أبواب، باب للنبيين والصديقين وباب للشهداء والصالحين وخمسة أبواب لشيعتنا ومحبينا. إيش قصر المولانا؟ 7 باب باب بخمسة، وخمسة أبواب لشيعتنا ومحبينا وما زلنا نحن على الصراط ندعو إليهم. هم قدامنا طلعوا وإحنا شو متانين مولانا ها؟ متانين الباقين يكملون. وخمسة أبواب لشيعتنا ومحبينا، شيخنا، والباب الثامن وباب لعامة المسلمين من نطق لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولم يكن في قلبه ذرة بغض إلينا أهل البيت. يعني الباب الثامن المن مولانا للمسلمين عامة، بس بشار قلبه خالي مين؟ من بغض أهل البيت سلام الله عليهم. ولا الإمام الباقر سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول يأتي الرجل في يأتي المرء في يوم القيامة فيحمل أعمال بين يديه فينظر الله إلى أعماله فلم يجد فيها حب علي فيقول لها كوني هباء منثورا. الهباء المنثور مولانا مثل الخيط، شايف خيط الشمس؟ إذا ضربت الشمس على الزجاج يصير فت خيط رفيع، هذا يسمونه هباء منثور. يقول أعماله هكذا تكون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي لو جاء المرء في يوم القيامة وأعمال ما بين الصفا والمروة، قد أعمال عظيمة هي، أعماله ما بين الصفا والمروة ولم تكن في أعماله حبك فلا يشم رائحة الجنة. إذا حبك ما موجود مولانا ما يشم رائحة الجنة أصلا. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيها الناس هذا الباب لعامة المسلمين. بعد اللي ما في قلب شنو ها بغض إن سبحان الله بغض إنما زين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني
إيش قالت الرواية؟ إن للجنة ثمانية أبواب مكتوب على كل باب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. زين نصلي على محمد وآله. حس قد يسأل سائل يقول شيخنا ولي ولي شنو معنى ولي؟ نهار كله تسولفونا علي ولي الله علي شنو انت فهمني بولي شنو حتى افهمها انا؟ انت لا ظل تعبر الجمله ما تفهمني فيها. ولي شنو المراد من عده؟ اليوم مولانا الولي بمعنى ماذا؟ القريب. الان لو سئلت انت لو سئلت اين بيتك شو تقول؟ تقول له تعرف فلان؟ تعرف حسين يتان ابو حمد؟ اي مولانا اللي يليها. يعني شنو مولانا؟ اللي بعدها اللي قريب عليها. القرآن يستخدم نفس هذا المصطلح اللي يليها يعني ماذا؟ القريب منها. يعني علي ولي الله يعني علي قريب من الله. هذا معناها هذا الجانب. وبعد اكو فد قضية يمكن احنا ما ملتفتي لها، شنو هي؟ شايف اليوم الناس يصير عندها فد انتباه لقضية اذا اثنين اصدقاء، وين خاصة اذا شنو يكون يعني يلتفتون اذا وين ما يوجد هذا يوجد الثاني، كأنما يطلعون سوا، يقعدون سوا، ينامون سوا، يمشون سوا. فلما انت تبحث عن فلان تقول وين فلان؟ شو ذلك؟ يقول عم شوف فلان تلقى فلان معه، شوف زيد تلقى عمر وياه، لانه ماكو بينهما تلازم، اينما يوجد زيد يوجد يهوى عمر. ومن هنا اينما هنا نشوف يوم وين ما نلقي رسول الله قاعد نلقي علي بن ابي طالب. انتم ملاحظين هذا الشيء ولا لا؟ وين ما يكون اكو فد مكان للنبي تلقي ماذا؟ تلقي علي بن ابي طالب وياه، في الروايات وياه، القران نفسه. هسه القران مولانا هم يجامل؟ الله يجامل؟ لا. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا و يهوى نفس رسول الله علي بن ابي طالب. يعني شوف سبحان الله حتى بهذه القرآن ما يكامل، لما اجى وصل الى نفس رسول الله جاب علي بن ابي طالب حطه وين؟ حطه معه. ومن هنا تشوف انه هنا نحل المشكله هاي. اسمع اليوم يجي واحد يعترض علينا شو يقول؟ احفظ من عند الجواب. يعترض علينا يقول والله انتم خليت الشهادة الثالثة في الآذان فهي بدعة. أقول له عم عندي ثلاث أجوبة، يعني معقولة جواب واحد ما يعجبك؟ إذا ما عجبك شاش قد أنت حاقد يعني؟ إذا ثلاث أجوبة راح أجيب لك إياها، يعني ثلاث أجوبة والثلاثة كلهم مقبولات عند العلماء. الجواب الأول أنا جبت الشهادة الثالثة من باب شنو؟ من باب التلازم، لأنه القرآن قاعد يبين لي أينما يوجد محمد يوجد علي. فأنا جبت الشهادة الثالثة وضعتها في الآذان من باب الملازمة، لأنه شهادة النبي لازم يكون وراها شنو مولانا؟ شهادة علي بن أبي طالب. يمكن ما يعجب هذا للشيعة، خلي مولانا تعال. اليوم العلماء عامة شيعة أو سنة، كل العلماء، كل علماء الجمهور، كل علماء أبناء العامة، كل علماء السنة، كل علماء المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغارب الأرض، هذا الفتوى موجودة. شنو الفتوى؟ الفتوى بأنه لو كان المؤذن يؤذن ونطق بكلام أجنبي فلا يؤثر ولا يبطل عليه الآذان. شنو يعني؟ يعني مثلا أنا الآن واقف وقاعد أؤذن
أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. طب واحد إيش قلت له؟ أنا قلت له استريح حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. سألني واحد عن شيء، يا أبو فلان وين؟ إيش قلت له؟ تلقيه في المكان الفلاني. ورجعت مولاي كملت الأذان. كل عامة المسلمين إيش قالوا؟ قالوا هذا الكلام الأجنبي أبد ما يبطل الأذان. الأذان صحيح ولا إشكال فيه. فإحنا نقول لهم هنا مولانا اعتبروا أن الشهادة الثالثة كلمة أجنبية أدخلناها في الأذان فلا يبطل الأذان. البدعة مولانا تبطل العمل. هنا الأذان ما بطل. أنا لما جبت ولاية جبت شهادة علي بن أبي طالب وأدخلتها في الأذان، هذا كلام أجنبي على رأسي مولانا، كلام أجنبي. أبطل الأذان؟ لا ما أبطل الأذان. بعد إذن مو بدعة. هاي اثنين يمكن ما يعجبه. نجي للثالث. بعد خوب البخاري أفضل من كتاب البخاري ماكو. الشيخ البخاري شو يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أو أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إيش قال؟ يقول هو أول من جاء وأدخل في الآذان هذه الجملة: الصلاة خير من النوم. هاي اليوم الجملة يعني جابها اليوم عند المسلمين. هاي الجملة من إجت؟ البخاري يقول إجت عن طريق عمر بن الخطاب. إذا كانت الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله مبطلة، إذن هذه هم لازم مبطلة. إذا أنت تتهمني بالبدعة فأنا هم لازم أتهمك ماذا؟ بالبدعة. نفس العملية ما ندرى كافلان بعد. أنت دخلت كلام على الآذان الصلاة خير من النوم، هاي ما قال النبي. والبخاري يقول جاء بها من؟ عمر بن الخطاب. صحيح ولا عمي مبطلة هاي للآذان؟ قال لا 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 لا. زين شهادة الثالثة هم لا 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 لا. زين ليش باؤك تجر وبائي لا تجر؟ كملنا هاي؟ أنا أعطيك كلامي لي. أنا قعدت والله ليلة كاملة أفكر، أريد أفد جملة أو أريد أن أصيغ فد سؤال، وصلت إلى صياغة السؤال لهذا. مولانا ليش ما أن علي بن أبي طالب ما يهضم؟ يعني شايف مرات واحد يقول هذا ما هضماني، ها هذا الشخص يا أبي ليش ما؟ قال يا أخي ما أهضمه يا أخي، نام على قلبي هذا. أكم لاحظ هاي الشيء؟ ليش مولانا أن علي بن أبي طالب ما يهضم؟ يعني ليش؟ يعني بعض الناس يكرهون علي بن أبي طالب كره عجيب غريب، بالعلم ما قتل منهم قتيلة ولا احتدى عليه ولا أذاه ولا شتمه. يعني حتى في وقعة كربلاء لما نجاهم الحسين قال عم انتم علي من تقاتلوني؟ أنا غير ابن رسول الله، أمي غير الزهراء. قالوا له لا أبدا انت ما مسوي شيء، وإحنا لو مو قضية واحدة ما نقاتلك، بالعكس نحترمك. يا بشر القضية؟ قالوا بغضا لأبيك علي. عالم من العلماء يدخل إلى الشام قديما، طبعا هو عالم من علماء الإسلام المسلمين يعني مو من المذهب الشيعي، يقول دخلت للشام أفتر في أزقة الشام كلها ما لقيت اسم علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين. يقول والله ما أعرف شارع وأسمع واحد صاح حسن. قلت يا الله تبين أنا متوهم هذا حسن. يقول أطرقت علي الباب، فتح الباب، مرحبا أخوي حياك. قلت له سمعت عندك حسن؟ قال إيه والله هذا الخدام مالتي. قلت له زين هو اسمه حسن؟ قال لا أنا سميته حسن، حتى لما أشتم الحسن ابن علي. تم لاحظ هاي ولا؟ عم الطبري حجال حجايتين قال عم على ابن أبي طالب حق، وقام جبرية عليه إلى أن مات. تم لاحظ هذا الشيء ولا؟
أكو ناس ما تهضم الإمام علي، يا أخي لما تسمع باسم علي لا يطيقوه، ما أدري ليش. إذا دعاك الغر من هاشم، إذا دعاك الغر من هاشم تنافرت عنك الكلاب الشاردة، فقل لمن لامك في حبه خانتك في موضعها الوالدة. روح ارجع. يقولون اكو كان طريق، هذا الطريق دائما علي بن ابي طالب معروف مولانا، يمر عليه يروح ويجي. يقول كان اللي عنده يصير ولد ويصير عمره 5 سنوات، صاحب مروج الذهب من كبار علماء السنة، هذا يقول نفسه مولانا صاحب مروج الذهب كتاب قيم، يقول كان الإمام علي يمر على بيع على باع على شارع، يقول الناس كل من يصير عمر ابنه 5 سنوات 4 سنوات حطه على منكبه وانتظر. إذا مر علي قال بني أتحب هذا؟ فإن قال نعم قال الحمد لله، وإن قال لا قال فالحق بأمك وابحث عن أبيك، فالحق بأمك وابحث عن يمن عن أبيك، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا أو ابن حيث. هذا الحديث معروف مولانا، كل علماء الإسلام يقولون بهذا القول، ما أدري ليش. يعني أليس علي بن أبي طالب هو قتل نصف الكفار في بدر؟ بدر كم واحد قتلوا فيها من الكفار؟ 70. سيف علي 35. أليس علي في أحد قال عنه ذلك الملك وجبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا مولاي؟ تركه والنبي طايع على الأرض حتى يقول الإمام أنا جيت، يقول من كثر الجراح الزهراء تقول رجع علي بن أبي طالب إلي للبيت يحمل 80 جرح بجسمه، تقول ما كنت أشد أحط فتيلة كاملة وين بالجرح. علي بن أبي طالب يقول نزفت دم سقطت على ركبتي وإذا بصوت جبرائيل قم يا علي فليس ناصر لمحمد غيرك. يقول أبحث عن رسول الله، وين رسول الله؟ يقول أدور على الرسول بالساحة ما هو؟ هاي الزلمة ما هي كلها؟ يقول رأيت جماعة يدوسون على الأرض، كتيبة تدوس على الأرض. يقول صرخ الصرخة واحدة هربوا. يقول وجدت النبي ساقط مغمى عليه وقد كسرت رباعيته. يقول أجلست في حجر، يقول فتح عين قال من هذا؟ علي. فقلت نعم فداؤك علي. يقول ضحك النبي، قلت له يا رسول الله ما يضحك؟ قال يا علي أما تسمع صوت جبرائيل ينادي بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. يقول إجت كتيبة قال يا علي رد هؤلاء عني، يا علي رد هؤلاء عني. سبحان الله، حصون اليهود مولانا ما فتح إلا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. عمرو بن ود العامري لما سقط أخت رادت تبكي عليه، قالت يا اللي قتل أخوي، قالوا لها فتى اسمه علي بن أبي طالب، قالت خلاص شيلوه ذاك زلمة وابن زلمة ومعروف. أليس علي بن أبي طالب خدم الإسلام؟ مكاتب المسلمين كلها تنادي بفضل علي، لولا علي لأصبح الإسلام ضحوك، لا يملك ثروة علمية. علي بن أبي طالب بذلك الثوب البسيط اللي هو أقل من ثوب قنبر وأقدامه ملفوفة بخوص النخيل، وهو يخطب ويعلم الناس، يمر على الصفارين يرى أهل المهنة يضربون على الحديد، يخطب خطبة اسمها خطبة الحديد،
منها قال لو شئت أيها الناس لأخبرتكم يأتي زمان كأني بهذا الحديد يطير. يقف على جدار من طين يخطب خطبة عن النملة كأنما دخل في داخل النملة وبدأ ماذا يشرح أمعاؤها، هذه على اليمين وهذه على الشمال وهذا عملها كذا وهذا عملها كذا. نهج البلاغة إلى اليوم العقول متحيرة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أليس علي بن أبي طالب له فضل على الإسلام؟ ليش بعض الناس ما يهضموه؟ هذا إن دل يدل على عيبهم ويدل على فسادهم. ويبقى علي أم يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات. يحسد من؟ واليوم تعال أين قصور بني أمية؟ ذاك القصر، شوف معاوية كانت أكلته بالليل مولاي ب12 بالليل، مختير مصران بط يحمس بزيت، هاي الأكلة الواحدة تعادل بيت المال، الأكلة الواحدة تعادل ماذا؟ بيت المال. علي بن أبي طالب طعامه يشده يبعد عن من؟ عن الحسنين. يقول له قنبر ابعد طعامي حتى لا تصل يد الحسن والحسين إلي، والله إن أكلا منه مات، إذا كلوا من عنده يموتون، ذو الأطفال ما يتحملون الطعام هذا. يبني بيت صغير إذا قام الإمام رأسه يطخوين بسقف البيت، ومعاوية قصر إلى جانبه. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها، لم ينفذ آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد. تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك. إلى آخر القصيدة، ثم يصل إلى بيت يقول قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها ويكاد لولا خوف ربك تعبد. الله أكبر. يقول لذاك القبر لولا الخوف من الله لتلك العظام عبدت، ولكن لا تكون ولا تجوز العبودية إلا للواحد الأحد، ولكنهم أصبحوا وسيلة، ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الدين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف، وإلا تعال أنت الحسين ينظر إلى أصحاب على رمضاء كربلاء. والله أنا كل ما أقرأ هذه المصيبة أحس أن أكو استجابة الدعاء، أنا ما أعرف الغيب والله، ولكن مولاي عندي حسن ظن بالله عز وجل. وإلا تعال يوقف الحسين، يعني ترى عبالك شوية هاي تجربها مولاي، جربها بالله عليك، أكو خطر على بيتك وأنت من بعيد تنظر إلى بيتك وعيالك وأطفال يتصارخون وأنت ما بيدك حيلة، شو تسوي؟ تعرف شو تسوي؟ تعرف هنا الحسين السوى. ينظر إلى أصحابه، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، فلان فلان، العباس، القاسم، علي الأكبر. صاح يا حبيب ابن مظاهر ويا مسلم ابن عوسجة ويا عباس ويا أكبر ويا قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ هل أنتم نيام أرجوكم تنتبهون؟ قوموا وحاموا عن بنات رسول الله. يقول الراوي
الله يساعد الحسين، كل عشر علويات بعد مقتل الحسين بحجاب واحد، كل عشر علويات بحجاب واحد. الله يساعد الحسين يرى أولاده وأطفاله يضربون بالسياط. هاي وحدة. هسه أدخل لك للمصيبة، بس جتني والله على بالي هاي الكلمة. هاي وحدة من أطفال الحسين. شوف زينب من كثر ما انذهلت مولاي وتعذت زينب، يقول ما صحت إلا ليلة الحادي عشر، شوية جرت نفس، يقول اجت جمعت الأطفال وظلت تباوع عليهم، سمعت أنين لطفلة. شايف الطفلة اللي تأن؟ تأذي قلبك. يقول سمعت طفلة تأن، يقول اجتها لقت الدماء على منكبيها، وهي الطفلة بخلي راسها على راس اختها وتأن تصيح أبو حسين. اجتها بنية ما الخبر يا نور عيوني ليش تأنين؟ يقول نظرت وإذا بالدماء تسيل من أذنيها. قالت بنية ما الخبر؟ قالت عمنا مرض حملت ألم بعد فوق ألمت. لا عم قولي لي. قالت العمة هذا واحد أخذ ماذا؟ أخذ هالذهب اللي بأذني ولطمني على وجهي. عم هاي أذني الآن تأذيني. يقول زينب احتضنت وصاحت وحسينا. ولهذا تشوف الحسين مولاي سلم القيادة بقلب بيد زينب، يدري زينب قلبها مولاي قلب كبير يتحمل أطفاله، يقف وينادي أين حبيب ابن مظاهر؟ أين العباس؟ ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ هل أنتم نيام؟ أرجوكم تنتبهون. قوموا وحاموا عن بنات رسول الله. ثم صاح من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ يقول جاء زينب بالجواد تقوده. أخي ما أقسى قلبي، هل رأيت أختا تقدم لأخيها جواد المنية؟ خويا الله يعينك مالك معين، أو قومك على الغبرة مطاعين؟ أنا منين أجيب المرتضى منين؟ أو عن كرب أبويا غبت؟ يقول ركبوا الحسين على ظهر جواده. بالله عليك اسمع، يقول الأطفال اجتمعت على الحسين، هذا يقبل أقدام الحسين، وهذا يتمسك بأذيال ثوب الحسين، وهذا ينادي أبا لا تتركنا إن الخوف قد ملأ قلوبنا. والحسين دموعه على خده، يقول لهم أبنائي هذا أمر لا بد. يقول الحسين بهالحالة هاي، يقول باوع على طفلة من آل عقيل عمر 4 سنوات جالسة تحت أشعة الشمس، وضع رأسها بين ركبتيها. صح زينب علي بهالطفلة هاي. يقول جابوا لها الطفلة أجلسها على ظهر جواده. بنية لماذا؟ ما لي أراك باكية. إيش قالت له؟ قالت له عم يا حسين أنا عطشانة يا نور عيوني، إن والدي قد وعدني بالماء منذ الصباح إلى الآن لم يرجع والدي. الحسين ما يقدر يقول أبوش مات، أبوش انقتل. قال له إذا رأيته، يعني في الجنة، إذا رأيته أخبره. يقول الطفلة نزلت على يد الحسين، قبلتها صاحت عم يا حسين أنا ما أريد الماء، يريد والدي. الله. صح زينب نزليها الطفلة، كتلتها الطفلة. يقول نزلتها، مشى الحسين خطوات. يقول وإذا بطفلة، يقول اسمها فاطمة الصغرى. صاحت أبا حسين انزل من على ظهر جوادك. بني نور عيوني انزل ليش؟ يقول نزل الحسين، قالت لأبويا اقعد على القاع بويا.
يقول قعد الحسين يقول جلست في حجره باست عيده قالت لابو يمسى على راسي كما يصلعون بار يتوبة ارد احس بحنانك. قال لها بني انا عدل. قالت له ولكن بعد لحظات بعد لحظات اذا قتلت من الذي يمسى على راسي والله اثاير الابو يا ناس خيمه ويفي على بناته وحريمه. ركبوا الحسين بالله عليك اسمع الكلمه هاي. يقول ركبوا الحسين مش يقول مخيم الحسين كبير جدا اخر خيمه. يقول الحسين راى فيها خيالا تعجب الحسين شنو هالخيال هذا. يقول نزل من على ظهر جوادي رفع الخيمة وإذا بأمرأة على وجهها برقع تهيل التراب على رأسها. صح الحسين عجيب هاي المرأة ما سلمت علي. يقول نظر إلى شعرها وإذا به أبيض. صح أمة الله من أنت؟ قالت حسين ما عرفتني من أنا. لا والله من أنت؟ تقول لنا الوالدة. أنا الوالدة والله أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين باجر. ولهذا يقولون الزهراء ما تركت الحسين. ولهذا زينب على لسان ذلك الشاعر لما همس صعد يم العزر يم تعالي او شاف كربلاء سوت بحالي يما حال الغريب بغير والي والي تو نعرف تعز ودلالي. يقول كانما الزهراء جاوبه شو تقول لها؟ تقول انا يمك يا يما مو بعيده وشفت حسين من عزوري. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. إلهنا بالحسين الوجيه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا أرجعت إلى أهله سالما غانما. إلهنا اللهم احفظ هذا البلد بأهله بنسائه بأطفاله برجاله من كل سوء واحفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم تقبل منا ومنكم ومؤسس هذا المأتم الشريف تقبل منهم صالح الأعمال بحق محمد وآل محمد. والفاتحة مع الصلوات.